أتعس فلسطينيين موجودين في العالم، اللي هو الفلسطيني الموجود في لبنان والفلسطيني الموجود بعده في جمهورية مصر العربية، هذول أتعس فلسطينيين وأفقر فلسطينيين. الفلسطينيين بالإسكندرية يقدر عددهم بحدود 10,000 نسمة أو ما يزيد، وذلك حسب الإحصائيات اللي موجودة لدينا في القنصلية، متواجدين في المجتمع المصري في الأحياء، لا يوجد تجمعات فلسطينية في الإسكندرية. هم يعني كباقي المجتمعات يعني ينتمون إلى فئات، في فئة رجال الأعمال والناس يعني ماديا مرتاحين، وفي فئة الوسطى وفي فئة المسحوقة. إحنا لدينا في صندوق التكافل الاجتماعي بحدود 500 أسرة فلسطينية ما بين الإسكندرية والبحيرة في التحرير، مجمع التحرير. هناك يعني هؤلاء بحدود 500 عائلة تحت حد الفقر. ولا واحد بيسأل علينا، حتى محمود عباس نفسه السلطة الوطنية الفلسطينية مش سأل عنه. مين بده يسأل عنه؟ يعني هناك في منطقة أبو قير في تجمع فلسطيني، عدد من العائلات ليس عدد كبير، يعني بحدود 20 أو 25 عائلة تعيش هناك. ويعني منطقة أبو قير معروف عنها أنه منطقة شعبية، أهلها عايشين يعني مستقرين، بس دخل محدود قوت يومهم، ولكن عائلات مستورة. عندنا في باقي المناطق يعني في الإسكندرية مثلا في منطقة الدخيلة في عندنا عدد لا بأس فيه من الفلسطينيين. في يعني في الإسكندرية بالأحياء هنلاقي عدد يعني مرتاح ماليا أفضل. الفلسطينيين وضعهم تعبان خالص، لا ينروا، طبعا محرومين من الصحة، ما عندناش تأمينات، محرومين من المدارس، الإقامات بناخدها بطلوع الروح عشان الإقامة. يعني أنا لازم يعني ابني وصل سن 21 سنة يا إما بجيب له وسيلة تعيش هنا يا إما بتسفر برا رسما عني، رغم إنه مولود هنا. بعدين فرص العمل ما فيش للفلسطينيين، يدوب على أولادهم، أولادهم مش لاقين عمل هنا، فظروفنا سيئة. بكل أسف هذا الشعور، شعور الفلسطينيين بمدى إحساس المنظمة أو السفارة في مصر أو القنصلية بمشاكلهم، مش أقول محدود، دون المحدود. أنا فلسطيني عايش بمصر، أهلي أصلا من غزة، يعني من مجدل ونزحوا إلى غزة بال 48. أنا ولدت هون وأمي مصرية، درست فترة بالخليج وبعدين درست هون بكلية الطب بالقصر العيني، وصدمت أول ما تخرجت أنه أنا كل زملائي راحوا بعد ما خلصنا سنة الامتياز اللي هي سنة التدريب، رحنا على أساس أنه نقدم في وزارة الصحة ونقابة الأطباء على أنه أنت يصير معك تصريح مزاولة مهنة بالبلد اللي أنت درست فيها. فرحت بنفس الموعد اللي هم راحوا فيه، كان هذا الحكي ب 2008، كلهم أخذوا التصريح بيوم أو بيومين، وأنا قالوا لي لا، في ورقة لازم تصدر من أمن الدولة، يعني معاملة تروح لأمن الدولة وترجع إنه أمن الدولة موافق على أنك أنت تشتغل بمصر. ولكن أنا تعطلت من 2008 لحد
شهر 5/2010 لحد ما اجت موافقة أمن الدولة انه هذا الشخص ما عندناش مشكلة معه انه ياخذ تصريح حمل. فيما يتصل بانه قضية فلسطين كانت ملف أمني عهد به الى المخابرات المصرية او غيرها من الأجهزة، ده كانت سمة سائدة في النظام الحكم قبل ثورة 25 يناير، لانه قضية السودان كانت ملف أمني، قضية الفتنة الطائفية في مصر كانت ملف أمني، الأحزاب السياسية كانت ملف أمني، النظام كانت عنده سمة سائدة هي أن أجهزة الأمن تتولى إدارة هذه الملفات حفاظا على بقاء النظام نفسه أو رأس النظام نفسه. لما جاء نظام أنور السادات وبدأ أن يحول وجهته إلى اتباع الغرب وشق الصف العربي وإخراج مصر من المعادلة، كان بالضرورة عليه أن يجعل وجود الفلسطينيين في مصر غير مرغوب فيه، فيضيق عليهم الأمور حتى يهاجروا ويتركوا مصر. هو طبعا الدعاية المضادة للشعب الفلسطيني كانت دعاية فعالة، وجزء منها أساسه صهيوني، وجزء منها أساسه قوة في مصر قطرية متعصبة وليس لها أي اهتمام بعروبة مصر أو مسؤولية الشعب المصري عن القضية الفلسطينية أو التداخل في الأمن القومي بين قضية فلسطين والأمن القومي المصري. طبعا بعد الثورة طلع قرار أنه القرار اللي كان معطل هو القرار قانونيا ساري، ولكن كان معطل من وزارة الداخلية. بعد الثورة هاي العطلة انتهت وصار وزير الداخلية عنده استعداد يمضي على الطلبات التي يقدمها أبناء الأمة المصرية حاملي الجنسية الفلسطينية. فرحنا قدمنا، وهذا الحكي كان بشهر 5/2011، وصار معي جواز السفر بشهر 7/2012. هذا جواز السفر المصري اللي أنا حصلت عليه. هذا هو الجواز مكتوب بخط الإيد. هاي فئة هاء تنكتب على الباسبور عشان هاي هاي الوثيقة تجدد الإقامة فيها، إقامة بمصر كل 5 سنين، وهي تحديدا لأبناء الأمة المصرية. ما بعرف كثير شو هي بقية الفئات شو تصنيفاتها، بس انه بعرف انه في إقامة خمسية وفي إقامة ثلاثية وفي إقامة سنوية وفي بلا إقامة، يعني معه هاي بس هيك بتخليه يسافر اي مكان ثاني او يكون هو ببلد مختلف. وثيقة السفر المصرية مكتوب في آخرها هذه الوثيقة لا تمنح حاملها العودة إلى مصر إلا بتأشيرة مسبقة. هذه العبارة يعني تعرقل سفر الفلسطيني للخارج، فهو إذا يعني فيش دولة حتقبل تعطيه تأشيرة أو إقامة طالما أنه بلد مصدر الوثيقة لن تستقبله إلا بتأشيرة مسبقة. هاي تؤدي إلى عائق للفلسطينيين بأنه يلاقوا فرص عمل في الخارج. أيضا هناك فيزة الخروج والعودة، في شرط أنه الإقامة هي تضل سارية، لازم ما تبعد عن البلد أكثر من 6 شهور. بمعنى أنه أنت لو سافرت برا مصر وقعدت لأي ظرف من الظروف أكثر من 6 شهور وأنت جاي ترجع بيكونوا عملوا بيكنسلوا الإقامة وممنوع تفوت مرة ثانية، تلغى الإقامة. الشغلة الثانية انه هاي الوثيقة بتصدر بمصر ونحن مفروض محسوبين ان نحن لاجئين بمصر، الزامي انه يكون عندنا اقامة على الوثيقة، واول ما بيعدي 18 سنة سن 18 لازم يكون في اقامة على العمل. هاي يعني هاي تعتبر كمان للفلسطينيين اللي هم حالهم مش ميسور انه كل سنة يروح يجدد اقامة، هاي مصاري. بالفترة اللي هي أنا تعطلت فيها لأخذ تصريح مزاولة المهنة، هاي الفترة تقريبا كانت سنتين أو سنة ونص، هي فترة طبعا ما قدرت أشتغل فيها، ولكن يعني فتحت لي أبواب على أشياء أخرى. أولا الاهتمام بالقضية زاد، بنفس الوقت يعني اهتمامي بالموسيقى. بهالفترة مرنت حالي على آلة العود، ف
فأول حفلة عملناها كانت تأبين لمحمود درويش. فمن الحضور حدا من اتحاد المرأة الفلسطينية شاف الحفلة، دعانا إنه نقدر إنه نيجي على الاتحاد، قالنا إنه في عنا كورال، مجموعة من الأطفال الفلسطينيين أبناء الجالية الفلسطينية بمصر بيجوا على مقر الاتحاد وبيتدربوا موسيقى وغنى، فإذا ما عندك مانع تيجي تمرنهم. هلا رح نغني أغنية يا ضريف الطول، هنقول قبلها الحكي الشعر العامية، وبعدين ندخل. أول ما يقول العامية أنا هعمل إيقاع. بعدين ندخل. تمام؟ يوم 28 يناير هذا يوم الثورة المصرية العظيمة. كانت الناس بتنادي بالعيش بالعدالة الاجتماعية، أنا كنت نازل عشان الحرية، لأن حرية مصر هي حرية كل العالم العربي. في هذا الميدان تظاهرنا، في هذا الميدان تصوبت. كنت أفرح كل ما ألاقي شاب فلسطيني معاي في الميدان. كان شعوري إحنا اليوم بنبدأ أول خطوة لتحرير فلسطين بتحرير الإرادة المصرية اللي هي إرادة الأمة العربية والإسلامية. إحنا والشباب المصريين في تفاعل، الشباب الواعي طبعاً اللي هو أصلاً مؤطر تنظيمياً وفكرياً أو يحمل فكر معين، يعني من أصحابنا بتلاقي منهم الإخوان واليسار والناصريين بتلاقي كل الأطياف معنا بيجلسوا مع الليبراليين موجودين معنا. لا تخرج الحوارات بيننا عن إطار حرية الفرد وحرية الوطن. نتكلم دائماً عن السبل لدعم القضية الفلسطينية من خلال الثورة المصرية. وين القعد إن شاء الله؟ ننزل على البورصة؟ يلا بينا. فهي غريبة، ما مغيرش لحد دلوقتي اللهجة بتاعته، يعني قاعد في مصر معانا في الثورة ومعانا في كل حتة برضه مغيرش اللهجة بتاعته. خلص بيها الدفاية. هم الفلسطينيين كده. خوف إن إحنا ندوب، يعني مش ضايل منا إشي، يعني وطن بنسرق وهوية بتنسرق منا، بيضل حاجات هيك الواحد بيضل، حتى الناس تقول إذا كنت محترم يقولوا هي هذا فلسطيني محترم. اللي المطلوب الآن الواحد يشتغل عليه بجد، يعني هو كيفية تفعيل القضية الفلسطينية في الوجدان المصري من أول وجديد. يعني أنا شايف إنه هو بعد الثورة في اختلاف كبير، يعني في اختلاف كبير بيحصل. إحنا دلوقتي ما كناش نشوف علم فلسطين مرشوش على الحيطان، دلوقتي في علم فلسطين بيترش على الحيطان، في ناس بتكتب المقاومة هي الحل. يعني أنا تسع شهور لما شفت الكلمة دي حسيت في أمل، المقاومة هي الحل. ما كانش المجتمع ولا الشباب في مصر عنده الفكر ده يفكر فيه. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ وين اتأخرت كل هذا؟ نمت؟ كان عندي شغل. كنا بنتكلم على ايش اللي جاي، يعني بيفكر احمد ومحمد ايش اللي ممكن يخدموا بيه القضية الفلسطينية الفترة الجاية في ظل ان في يعني جزء من الثورة موجود في لازال في مصر وحاكم. هو في حاجة احنا ممكن نبتدي نشتغل على توعية الشعب المصري، اعادة توعيته بالقضية الفلسطينية من جديد. احنا في اوريدي مجموعه من الشباب بدا يبقى لها اهتمامات بعد الثوره بالقضيه الفلسطينيه، احنا نستغل ده ونبتدي نجمع الشباب كيان واحد نبتدي نشتغل فيه على القضيه بجد، ونبتدي نعمل حملات توعيه
ان الفلسطينيين ما باعوش اراضيهم، في لاجئين فلسطينيين في مصر حقوقهم مهدره، ازاي نقدر ندعم الناس دي بانهي شكل؟ فدي فكره من الافكار اللي ممكن نبتدي نشتغل بيها. دي حتى خاصه برضه يا طلال اللاجئين من مجال انا شغلي حتى مع اللاجئين او شغلي في شؤون اللاجئين، ان مفيش ولا منظمه حتى اللاجئين الفلسطينيين، انا ما شفتش منظمه واحده للاجئين الفلسطينيين وممنوعه تنزل تشتغل مع الفلسطينيين كمنظمه، الحكومه بتوقفك، دي ممنوعه. بتتقفل المنظمه وبيتعمل عليك مشكله كبيره جدا لو تعرف ان في منظمه اللاجئين اشتغلت مع مجموعه فلسطينيه وان كانت اثنين ثلاثه بس حتى ثلاث اشخاص. هي حقيقه مظبوط. يعني حتى لو بدنا نعمل امسيه فلسطينيه ولا موسيقى او اغاني فلسطينيه لازم ناخد اذن من امن الدوله، بس هذا حكي قبل الثوره. هلا نحن مش عارفين الحكومه الجديده شو بدها تحكي، شو بدها تتعامل، كيف بدها تتعامل مع الفلسطينيين، اي تجمع فلسطيني بيمارس نشاط معين كيف رح تتعامل معه، رح تفتح له المجال ولا رح. انا بقول ان احنا نشتغل على انه بدون كلمه اي الطبيب ما بيعرف انك مريض. كلا كلا اسرائيل، نعم نعم فلسطين، نعم نعم فلسطين، نعم نعم فلسطين، كلا كلا اسرائيل. رغم ان ثوره 25 يناير يعني لم يرفع فيها علم غير العلم المصري سوى علم فلسطين، يعني احنا كنا بنشوف في المظاهرات علم فلسطين بجانب اعلام تونس تحديدا، رغم ده ما فيش تغير واضح او ظاهر للسياسه الفلسطينيه، السياسه المصريه تجاه الفلسطينيين، اللهم يعني رفع الغبن او معامله حماس بطريقه افضل في الدخول والخروج والوجود في مصر. مصر حتى الان لم تتحرك بشكل جدي لحل القضية الفلسطينية أو حل أزمة الفلسطينيين. بالدرجة الأولى يجب أن تعيد مصر بعد ثورة 25 يناير موقفها من الفلسطينيين المقيمين فيها، وأن تعود لهم الحقوق اللي كانت مقررة في ظل الأوضاع السابقة، يعني مسألة إعفاء الطلبة الفلسطينيين من الرسوم الدراسية، مسألة بلدي أصلية غزة. وصلنا من غزة على مصر. ما حدش يعرف عنا حاجة. من 10 سنين 12 سنة سمعنا أنه في مجموعة من الفلسطينيين ساكنين في جزر معزولة عن العالم، عائلة بدوية فلسطينية من بير السبع أجت حطت في منطقة في الشرقية وقعدوا فيها، كان حالهم مزري، أمراض متفشية، أمراض وراثة لأنه بتجوز من بعض، أمراض طبيعية، الأمراض العضوية العادية، زائد الجهل. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، مرحب بيك يا مرحب، مرحب أنا ستونة جزيرة فاضل، يا مرحب بيك يا مرحب، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. احنا من بير السبع، عمره 15 سنة من جيت الجزيرة، 15 سنة قعدنا هنا، قعدنا في عشوش، وبعد العشوش الحالة بنينا كل واحد حته وخلاص قعد. أول ما إجوا سكنوا في بيوت إخصاء، حاجة اسمها خص، الخص ده بينعمل من أعراف الذرة الشامية ويعمل إخصاص، وبعد الاخصاص يعني تقدموا شويه بعد عام 5 6 سنين بقوا يبنوا بالطوب اللبني اللي هو الطوف، هذا قليل منهم يعني اتنشبروا شويه بنوا بالطوبه البيضاء، يعني يعني من 10 سنين انشهرت جزيره فاضل وبقت على الخريطه. في الاساس في الاول ما كانت على الخريطه،
سكان 48 ومنسيين، ما حد يعلم عنهم شيء. على مصر جاءت بواخر أو مراكب بسيطة من يافا ومن الساحل إلى سواحل المدن المصرية، ده في عام 47-48. استقبلتهم مصر، ولدى وزارة الخارجية المصرية وثائق وثقت أملاك كل واحد منهم، ورفضت مصر أن يكون هؤلاء برعاية وكالة الغوث التي أنشأتها الأمم المتحدة بالقرار 302. وكانت هذه الهجرة الأولى أو المأوجة الأولى من المهاجرين، وبالتالي كان عددهم محدود. في عام 56 في الحرب الثلاثية، العدوان الثلاثي على مصر واحتلال غزة، فجاء مهاجرين فلسطينيين من القطاع. في مرحلة عام 1967 حصلت موجة أخرى من شقين. الشق الأول هو التهجير بالقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة، وكان هناك حوالي 1800 من خيرة شباب قطاع غزة تم جمعهم ودفعهم إلى مصر العربية بأوتوبيسات. بعد أن تشكل جيش التحرير الفلسطيني، عائلات هؤلاء ومعظمهم كانوا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءوا لي لم شمل العائلات فزاد العدد، فأصبح هناك عدد، لكن بقي الحال على ما هو عليه. هنا لا يوجد وكالة ولا رعاية للوكالة، وبقيه تحت الرعاية المصرية حتى اليوم. ولدت في سوريا في مخيم اليرموك في حي التضامن. استشهد الوالد قبل ما انولد 15 يوم. ما طولنا في سوريا شهرين وجينا مصر، سكننا في هذه المنطقة لأنه كان عمي وخالي ساكنين معنا في نفس المنطقة، فما بعدنا بعيد. عشنا طفولتنا في عين شمس في هذه، وكان دائما ما واحنا صغار يعني كل ما ننتظره انه يجي الصيف عشان نسافر على فلسطين. كل صيف كنا نسافر على غزة من عام 79 إلى 86، وإحنا كل سنة بنسافر. فهذه العلاقة اللي بيننا وبين الوطن عملت فيه شخصية فلسطينية لا تستطيع أن تذوب أبدا. كنت في جيش التحرير الفلسطيني في 1967 حتى أسرتنا إسرائيل، وجابتنا في عربيات 19 عربية ورمتنا على قناة السويس. من قناة السويس دخلنا مصر، عملوا تجميع لجيش التحرير الفلسطيني في اسكندرية، ومن اسكندرية رحلنا على فايد، عصرنا حرب الاستنزاف بأكمله حتى حصل حرب 73، وأسرت في حرب 73 من سنة 1967 وأنا قاعد في بنا. المفروض ان اللي هم يراعوا كده، يعني من التعليم للصحه للبطاله للاقامات كلهم اسوأ من بعض. هاي بنتي داخله مرحله الثانوي، اولى ثانوي، شايفها كيف وقدمنا لها الورق ده، الحين الموافقه ما جاتش. رحت ادخلها المدرسه تاخد دورها، الحين تجي الموافقه النظر رفض، قال لك ما اقدرش ادخلها المدرسه لما يجيني الموافقه. اشمعنى المصريين كلهم ما بيجيبوش موافقات؟ اشمعنى احنا نجيب موافقات؟ احنا مولودين هنا وعايشين هنا، ليه بنجيب موافقات؟ بعدين المفروض لو الموافقه راحت يدوها لنا في نفس اليوم او بعدها باسبوع او باسبوعين، ليه ناخدها بعدها بثلاث اربع شهور؟
بس لا مفيش، ممنوع، لازم موافقه ولازم قرار، لازم تروح تجيب ورق من من اداره الحاكم، لازم تروح السفاره، لازم معرفش ايه، وتروح تقدم ورق في المدرسه. لا يقبلوك لا ما قبلكش بقى، انت وحظك. والله احنا اول مقابلتنا رحنا السفاره واتكلمنا عن مشاكلنا وظروفنا الصحيه والماديه والاقتصاديه والتعليميه وكله، فالسفير بصراحه امر لجنه تيجي بنا هنا وتشوف مشاكلنا، وفعلا اجت لجنه هنا وحكينا له ودخلناهم بيت بيت من ال 38 اسره الفلسطينيه هنا، ووعدونا بشيء كتير. قال لك هنحل مشكله التعليم، مشكله البطاله هنحلها، اللهم صل على النبي، الصحة، وعدونا. قال لك في قرار وزاري، قعدنا مع الوزير، وفي قرار وزاري في المستشفيات الحكومية ان الفلسطيني يتعامل معاملة المصري. اجت امي تعبت ودخلت عينيها مركزة، عرفوا ليه فلسطينية طلعوها، فبقول له في قرار عندك؟ قال لي لا فيش منه الكلام هذا، فالكلام كله طلع كذب في كذب يعني. وعدونا هنا، قال لك البطالة هنحلها، اعملوا دراسة جدول للمشاريع وهنساعدكم. هم اللي عرضوا علينا مش احنا اللي طلبوا، وفعلا قدمنا دراسة جدول ومشاريع وقدمناه، وبعد فترة رحنا نتابع قال لك لا احنا ما عدناكوش. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اعطى الفلسطينيين حقوق كاملة، فتمتع الفلسطيني في حقوقه كحقوق المواطن المصري. ذلك أدى إلى عدم أن لا يكون هناك إحصائيات من قبل الأنروا لوكالة غوث اللاجئين في مصر. ونتيجة الخلافات بعد اتفاقيات كامب ديفيد اتخذ قرار مصري بأن الفلسطيني المقيم في جمهورية مصر العربية يعامل معاملة الأجنبي، وبذلك فقد حقه في القوانين الاجتماعية اللي بتحميه، وبالتالي كمان لم يقدم لهم مساعدات بسبب أنه غير محصي لدى الأمم المتحدة وكالة غوث اللاجئين، فأصبحت حياة الفلسطيني صعبة جدا. ما حدث انه الفلسطينيين لم يعاملوا فقط معامله الاجانب، يعني كان في اجانب بيعاملوا في مصر افضل من الفلسطينيين، بل يعني بطريقه عنصريه شديده جدا، ادت الى سوء اوضاعهم في مصر، وادت الى هشاشه وضعهم القانوني في مصر. ومن المعلوم بالضروره ان قبل الثوره كان ما يسمى بامن الدوله بيمارس اقصى انواع الضغط على الفلسطينيين في مسألة الإقامة وفي مسألة العمل ومسألة التحرك السياسي وإبداء رأيهم السياسي. في منطقة عين شمس الشرقية في تقسيم مكة المكرمة. هذه المنطقة كانت ملاذ من الملاذات اللي لجأوا إليها اللاجئين الفلسطينيين بعد 67. عين شمس كان فيها عدد كثيف من الفلسطينيين قبل 94، قبل أوسلو كان فيها ما لا يقل عن 5000 أو 6000 أسرة موجودين. الآن طبعا بعد أوسلو الناس يعني قلت شوية، الآن موجود في عين شمس تقريبا مع معرفتنا الشخصية للموضوع أنه في تقريبا حوالي 1000 أسرة موجودين. الفلسطينيين كانوا قديما تطلع ليهم بطاقة تموين زيهم زي المصريين، وبعدك راح قالوا عليهم أنهم لا نص دعم، وبعدك بدون دعم، وبعدك رفعوا بطاقة التموين أصلا من كل الفلسطينيين اللي موجودين في، إلا إذا كانت الزوجة مصرية هي اللي بيضل إلها بطاقة التموين. الخدمات تكاد مش تكاد أصلا ما في خدمات،
خاصة بالفلسطينيين ترعاهم. احنا بنعيش في مصر مش زي ما في جهة بتكفلهم كلبنان او سوريا او الاردن، لا الفلسطينيين هنا يعيشون عيشة الله يسعدهم. حين يعني يطبق قانون الأجانب على الفلسطيني، فهذا يعني أنه الفلسطيني سيحرم من حقه في العمل، لأنه حقه في العالم سيكون حسب قوانين المصري نسبة 10%، حتى نسبة 10%، وبالتالي يعني هذا الموظف يجب ألا يكون موظف مثيل له في مصر، فكمان في صعوبة أن يكون جزء من 10%. أنه حرموا من حقهم في التعليم في المدارس الحكومية، فأصبح الفلسطيني بده يحط أولاده الأطفال في مدارس خاصة. أيضا أن في الجامعات بده يدفع بالاسترلين. للأسف بقدر ما قدمت مصر للقضية الفلسطينية إلا أنها القوانين حجمت الشعب الفلسطيني في تطلعاته أن يكون يستطيع أن يعيش عيشة كريمة فقط لا غير، ليس له حق في العلاج، ليس له حق في العمل، ليس له يعامل أجنبي. إنما في ما بيننا وبين المصريين في علاقتنا الاجتماعية في شارعنا، نحن فلسطينيون مصريون. ألو، صباح الخير. أيوة يا حجة. طبعا أنت عارفة أنه دائما الإنسان بيحاول الناس العيانين هو يعني يخلي باله معاهم، وما دام أنت عندك جوزك حالة فشل كلوي، في جات رزقه كده من باب الله، وانا حجزت لك جزء منه. تم تاسيس الجمعيه الخيريه سنه 1984 تحت القانون الجمعيات الخيريه، الجمعيات الاهليه المصريه، فهي جمعيه مصريه لكن تخدم بس فقط الفلسطينيين. بدينا بحوالي 50 اسره، بعدين تدرجت إلى أن أصبح الآن بنساعد حوالي 525 أسرة. بداية القرية طبعا كان 10 اخوات ولاد عم من قبيلة النامولي يجوا سكنوا في جزيرة فاضل بناء على الرحلة الأولى من الهجرة من فلسطين لسيناء، بير العابد ثم القنطرة ثم السنبلاوين ثم جزيرة فاضل. أنا ما أقدرش أجزم أنه هو التجمع الأكبر في جمهورية مصر العربية، ولكن أقدر أجزم أنه التجمع الأكبر في الشرقية. طبعا أنا بتكلم في الشرقية لأن كلنا عائلات متصلين ببعض في أفراحنا وأطراحنا. فجزيرة فاضل تعداد سكانها حاليا ما يربو من 3000 نسمة. ما في عمل، العمل هنا قليل، هو العامل هنا يعني الحرفة، يا إما يكون جمال يا إما يكون عامل زراعي يا إما يكون فيه قليل قلة اللي هو يشتغل في مهنة نجار مسلح، قليل بس هذا العمال. يعني بتقابلهم صعوبات برضو، يعني أي واحد بده يشتغل نجار مسلح أو مهنة بده يتأمن عليه بتقابلهم مشاكل، ويقول لك لا انت وافد انت فلسطيني. من سنة 2008 ابتدت تجارة اسمها تجارة البلاستيك أو الخيش، بياخدوها يودوها للمصانع في الجليوبية وحتة اسمها العكرشة والأماكن دي، فابتدوا يشوفوا هناك حاجة اسمها حرق الخيش أو حرق البلاستيك. بيجيبوا عبارة عن مكنة مصنعة يدويا وأجهزة، لإما أجهزة للحريق يعني، وبيلموا البلاستيك أو الخيش بيحرقوه ويعملوه كتلة، بودي الكتلة دي لفيما بعد حاجة اسمها الخرازة علشان يعملوا منها شماع الملابس، الشماعات بتاعت الملابس، أطباق البلاستيك تدخل في صناعة البلاستيك. يعني هما مرحلة أولى لصناعة البلاستيك.
فكويس لما مكان يستوعب 10 عمال معظمهم من جزيرة فاضل ما بيجوش حد من بره، فدي بتساعد على العمالة في جزيرة فاضل. بالنسبة للتعليم تبع المدارس القريبة إلها فأبو كبير كعلي بن أبي طالب، مدرسة سعد زغلول، مدرسة السلام. بالنسبة لجزيرة اللبازية تبعد كيلو متر عن جزيرة فاضل ابتدائي وإعدادي. بالنسبة للتعليم الأزهري معهد سانتاريس الابتدائي والإعدادي في سانتاريس برضو يبعد حوالي عن كيلو عن جزيرة فاضل، لكن خاص بجزيرة فاضل ما فيش فيها لا مستوصف ولا مدرسة. يا